القسم الأول ألف باعتبار المأمور به، إلى ما يسمى بالواجب المعين إلى مقارن الواجب المخير، واجب باعتبار المأمور به. مثلا الواجب المعين بالمثال يتضح المقال، ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة والزكاة، ربي ناد الظال إنا تزكي، واجب معين ربي ندي سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إلا وراء الظال تقول كان وايض ولاش ولاش لي بروكراسيون لي ظل كون لي ظل وحس هكا ونظل جميعا يوكل الأجر إن شاء الله تعالى. إلا ما قال الواجب المخير، مثلا يون يقول يحنث يا أخي لقى واجب باش يكفر على اليمين، غلا كفارة اليمين واجب، ولكن هل هو واجب بالتعيين نغ واجب بالتخيير؟ الجواجب بالتخيير، بمعنى إما إطعام 10 مساكين هذه 16 ليلا، ماشي ترواج وراك كيني ساتك فرتك حنفض إلى قد تزم 3 أيام لا زيور قبل ديال الفقراء ما ولاش من بعد أتشد 10 ليلا نغاث نتسلسل نغطع تقرقابة ما يلوم ولاش في دار الزمية دار ذا شخ خدمه أذينا تزم 3 أيام صافي واجب مخير. فقيت السد دي صورة وردين الصورة عند الدوسة كفارة اليمين في صورة دي صورة في مزورة القرآن صورة المائدة الآية 89 تدفض على اليمين في السطر الثاني تدفض الآية.